النهاردة هكون بجاوب على سؤال من المشاهدين بعد ما تعرض البرنامج، وأعتقد أن السؤال هيكون من أهم صفاته أنه طالع منكو، مش مجرد أن أنا بسأله وبجاوبه، وكمان بيتفق مع الفكرة اللي بيدعو ليها البرنامج أن زي ما بتسمعوا من المسيحيين ما تسمعوش عنهم، هيكون السؤال كأنك بتسأل المسيحيين ما تجاوبش عنهم. أنتم تقولون أن الضحية التي قدمها أبينا إبراهيم هي إسحاق، ولكن القرآن يذكر أنه إسماعيل. ده حقيقي فعلاً، كمسيحيين بنؤمن بالتوراة اللي بيؤمن بيها اليهود، فالتوراة بتقول أن أبونا إبراهيم قدم إسحاق. وبما أننا مختلفين في ده مع المسلمين، فالطبيعي أن احنا نحتكم لطريقة حيادية للحكم. واحدة من أهم طرق الحكم على صحة أي وثائق قديمة مكتوبة هي مثلاً قرب الكاتب للحدث، سواء زمانياً أو مكانياً. من جهة الزمن فالتوراة أقرب للحدث من القرآن، سواء زمانياً لأن موسى هو اللي كتبها بعد الخروج من مصر تقريباً في القرن 13 قبل الميلاد، بينما القرآن مكتوب في القرن السادس الميلادي تقريباً، يعني بعد 19 قرن من كتابة التوراة. من جهة المكان، موسى باعتبار جدوده كانوا ساكنين في أرض كنعان اللي كان ساكن فيها إبراهيم واللي هي إسرائيل حالياً، كانت القصص بتتنقل بالتواتر، يعني الجد بيحكي للابن والحفيد وهكذا. لكن القرآن مكتوب في شبه الجزيرة العربية بعيد عن مكان الحدث، فالطبيعي إن احنا بنحتكم للأقرب زمناً ومكاناً مش للأبعد. كمان بافتراض إن اليهود ليهم مصلحة في اعتبار إسحاق هو الضحية، فالمسيحيين ما لهمش مصلحة في ده. لكن العهد الجديد اللي اتكتب بعد المسيح في الكتاب المقدس بيؤكد أن إسحاق هو اللي تقدم مش إسماعيل، وبالتالي ده دليل إضافي على صحة تقديم إسحاق مش إسماعيل. لكن اللي عايز أقوله أنه بغض النظر عن هوية الشخص اللي قدمه إبراهيم، سواء إسحاق أو إسماعيل، إحنا كمسلمين ومسيحيين متفقين أنه اللي تقدم فعليا مش إسحاق ولا إسماعيل، لكن كبش أو خروف. وده بيؤكد احتياجنا لكفارة، يعني موت بدل متنا وحياة بتبذل لأجل حياتنا. وهي دي خلاصة الرسالة المسيحية، إننا عند الله أقيم وأغلى بكتير من خروف أو كبش، وبالتالي الكفارة فعل يستلزم تدخل الله بنفسه، مش مجرد حيوان ولا حتى إنسان. وهو ده بالضبط اللي حصل في الصليب. المسيح قدم نفسه كفارة لخطايانا ولخطايا كل العالم، ودوري ودورك هو إننا نصدق ده ونقبله ونتحد بالمسيح عشان ناخد منه غفران وحياة تؤهلنا للمصالحة مع الله.